السلام عليكم وأسعد الله مساكم. تمكنت عناصر من المصالح البيطرية والتابعة لمديرية المصالح الفلاحية لولاية وهران من حجز كمية معتبرة من لحوم الحمير بمذبح على مستوى بلدية عين ترك، المذبح السري والذي تم اكتشافه خلال خرجة مراقبة ميدانية لذات المصالح. تم العثور بداخله على ذبائح ورؤوس الأحمرة وبقايا الذبح المتوزعة بعين المكان، كان بصدد تسويق، إضافة إلى معدات الذبح والسلخ. الجهة الأمنية المختصة بشرت التحقيق في القضية لمعرفة وجهة هذه اللحوم بالأسواق المحلية. وقال ناشطون أن العديد من سكان ولاية وهران تحت الصدمة، مطالبين السلطات الوصية إلى ضرورة التدخل والقبض على الفاعلين.